الإخوة الزملاء، تحياتي. قضية اليوم قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بوصف أنه عرض شيئا من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وطلبت عقابه بمواد الاتهام. الواقع عينة الزبادي ورد التقرير فيها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود بكتيريا القولون النموذجي. حقيقة لم أكن أعلم شيئا عن بكتيريا القولون النموذجي. توجهت إلى أهل الاختصاص من السادة الأطباء، أفادوني بأنها بكتيريا نافعة توجد في الأمعاء. طب إذا ما كان الأمر كذلك، كيف انتهى التقرير إلى أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ توجهت إلى مركز البحوث الزراعية قسم الألبان بمحافظة الجيزة لطلب الرأي في هذا الأمر، وهم أهل علم. أفادوني بتقرير مفصل عن أن بكتيريا القولون النموذجي أربعة أنواع، ثلاثة منها نافعة للإنسان نفع محض، الرابعة ضارة بالإنسان لكن يسمح بتواجدها في الأغذية بنسبة معينة على الصمت المكعب، وهو ما خلا منه التقرير لبيان ما إذا كان النسبة الموجودة في العينة مسموح بتواجدها، وبالتالي خرج المتهم من نطاق نص التجريم، أم أن هذه النسبة تزيد عن المسموح به فيخضع لنطاق نص التجريم. والشك دائما يفسر لمصلحة المتهم. عرضنا الأمر على السيد رئيس المحكمة وانتهى إلى الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. حتى لا يفوتني، نتناول كافة الدفوع طبعا في مثل هذه القضايا، ومن تعيب للإجراءات في من إجراءات تحريز العينات وخلافه، جميع الدفوع نتناولها. لكن يعني بتقديري أن هذه الجزئية هي كانت الفيصل في هذه القضية فيما انتهت إليه المحكمة من تبرئة للمتهم. شكرا سادة الزملاء، ومع قضايا أخرى.